نتمنى إن شاء الله مزيد من التوفيق للاعبي النادي الأهلي في البطولة علشان يكملوا سلسلة الانتصارات الحقيقة اللي بتتحقق على كل الأصعدة وكل المسابقات وكل الألعاب في النادي الأهلي. لكن وأنا بسأل المهندس عادل القيعي قبل الهوا بلحظات عن عنوان مناسب لهذه الحلقة القصيرة لمدتها ساعتين فقط، كان رأيه وما زال الهرش مستمرا. ليه كده؟ لا انا ملاحظ ان التركيز كله على كلمه دلوقتي ايه بطلوا يكلموك في الدوري والمكاسب ونادي القرن ونادي الدوله بكلمك وده نادي المبادئ وده ايه اللي انا عايز اعرف ايه الكلمه اللي بتعمل حساسيه وهرش دي. يعني احنا شايفينه نادي المبادئ، انتوا شايفينه غير كده، استمتعوا برؤيتكم لكن اوعوا تفتكروا ما دي عامله زي بالظبط اللي كانوا بيقولوا ما تنزلوش وما عبروا عن مقاطعتكم كده. لا يا حبيبي، هو نادي المبادئ، هو انت لما تيجي تقول لي عبد الله سعيد بيتمرن ده ضد مبادئ الاهلي، ده في واحد صحفي كاتب هذا الكلام، لكن طب لو ما نزلتوش هيبقى هو ده نادي المبادئ؟ فين مصلحه مصر؟ هو قال ان عبد الله سعيد مش موقوف ومش مجمد، معروض للبيع، مطروح للاعاره، وهذا يحل مشاكل كتير لمنتخب مصر قبل ما يحلها للنادي الاهلي. يعني في ناس بتدعو، وانا ارى ان الاهلي قد يستجيب لهذا اذا كان هذا طرح جاد. يعني هلا طب هو ليه عبد الله سعيد ما يروحش يلعب من دلوقتي في نادي في اوروبا في الدوريات اللي ما زال باب القيد مفتوح فيها؟ سمعنا ان اوكرانيا وروسيا مش عارف، ونفس الاجواء بتاعت المنتخب، ولا اظن النادي الاهلي في ساعتها هيبحث عن المكسب المادي. قد يتنازل الاهلي عن حصته في هذه الاعاره في مقابل ان عبد الله سعيد يعد بعيدا عن الدوشه دي اعدادا جيدا لصالح منتخب مصر. عندما يعود يكون هناك كلام اخر، لكن انا هذا الطرح ما هوش بعيد عن مائده الاتحاد، لو اراد الاتحاد سيلقى التعاون. عموما هنتعرض لاسباب الهرش ودواعي الحساسيه وليه الحديث عن مبادئ الاهلي وانت بيتنازع حاجتين يا استاذ ابراهيم دلوقتي، ليه بيلاقوا هذه الحساسيه لدى البعض؟ اتفضل. بيتنازع حاجتين. هو لو الوقت طبيعي كان في قرارات كتيره جدا هتتغير، لكن انت الوقت مش طبيعي، ده انت بتستعد، المنتخب مصر بيستعد لتحدي كبير جدا طال انتظاره، ولاعب مهم جدا وضع نفسه وضعنا جميعا في هذه الاشكاليه ان احنا نبقى معرضين لذاك او هذا او ذاك. واعتقد ان الكلام الكتير في هذه القضيه بيضر اللي بيتكلم فيه اكتر ما بيضر اي طرف تاني. يعني ما الاهلي ما زال يواصل انتصاراته وما زال هجيلك بالتاكيد. ماذا ادار الاهلي من ان كنتوا عمالين تطعنوه بالدبابيس؟ ولا حاجه. هجيلك في التفاصيل في هذه القضية اللي هي مثيرة للحساسية وتستدعي أو تستوجب المزيد من الهرش الحقيقة. لكن النهاردة الأهلي